الحرية ديالو وضع في العائلة ديالو وضع في الأقارب ديالو مسألة ما سهلاش المعقول يتقال، ولكن في نفس الوقت خصكم كذلك تفهموا الوضعية ديال الدولة. الدولة دازت عليها حتى هي محن، واش كت انتم عارفين شنو طرا مباشرة من بعد الاستقلال ديال المغرب؟ واش في اخباركم بعض التصريحات ديال بعض الناس اللي كانوا في واحد الوقت ما باغين يعترفوا تمشي حاجه، ولكن في هاد السنين الاخيره بداو كيقولوا كل شيء، قالوا على انهم هما كان كيقلبوا انهم يقتلوا الحسن الثاني في الفراش ديالو ديك الوقت في الستينات ديال القرن الماضي، كانوا كيقلبوا ينسفوا النظام بأكمله، كانوا ولذلك الدولة لابد لها من أخذ الاحتياطات، وفاش كتاخذ الاحتياطات لابد أنها كتخطأ، لابد كيقولوا اللهم نظلم ولا غدا نشوف شي حاجة طرات في هاد البلاد. لذلك حنايا لابد لنا أننا نتسامحوا فيما بيننا ونشوفوا كيفاش من دابا من هنا لقدام بهذه الجمعية وبجمعيات أخرى أننا نصلحوا اللي هي كانت أخطاء. فهاد العيالات مساكينة دابا اللي دواو معانا واللي عندهم الأزواج ديالهم مازالين في السجن، والسيدة اللي عندها أولادها كتمشي من هاد الحبس من هاد السجن وتمشي للسجن آخر وطلع في الطاكسي وطلع هذا، احنا هاد الشيء الى كنتو غاديين مع هاد الجمعيه في الاتجاه اللي احنا كنبغيوه ليها فبلا شك انكم غتساعدوها باش في الملتمسات ديالها لسيدنا الله ينصرو والسلطات ديال البلاد غادي يمكن تمكنوا في المستقبل القريب ان شاء الله اننا عاوتاني يتم الافراج على واحد المجموعه اخرى ديال هاد المعتقلين اللي هما في السجون السلفيين اللي هما مازالين في السجون. وكندوي على السلفيين اللي ما داروا والو، اسمحوا لي، الا كان مثلا اللي ملطخ يديه بالدم ولا دار شي حاجه ماشي هي هذيك، راه ما كيما ماشي يجي شي حد يقول لك لا راه هذه المساله هذه ما يمكنش لها. ولكن الناس كلهم اللي داخلين السجن غير هكاك بالمجان ولا هذا، هادو رحنا معاهم وغادي مع السي شادلي ومع جميع الارادات اللي كاينه ان شاء الله راه غادي يكون الخير في المستقبل القريب. غادي نعطي